ولا محروم بمنه وكرمه. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. لا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قال المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن عموم قضاء وقدره. الإيمان الخالص لله من أهم القضايا التي بل أهمها على الإطلاق التي يجب على المسلم أن يقررها قولا وعملا واعتقادا. مصيبة إلا بإذن الله. الإيمان التوحيد أساس متين وركن فيها والنواهي والزواجر في الحذر من الوقوع فيها. ولهذا قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بالمعاصي. السنة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم من القرون المفضلة على هذا المنهج، حتى أحدث الناس عبادات هي بسبب ضعف صلتهم الوثيقة والصحيحة بدين الله عز وجل. حديث يصلح للحجة، وإنما كل ما ورد فيه إما موضوع أو ضعيف شديد الضعف. وله رسالة قيمة اسمها تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب. وكذلك قرر ابن رجب رحمه الله والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والمحققون من أهل العلم. فينبغي للمسلم أن يقف حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على المسابقة على كل عمل يوصل مغفرة الله ورضوانه وجنته أردف ذلك بتهويل المصائب على المؤمنين ليكون ذلك مصدر سعادتهم وطمأنينتهم وراحتهم ويكون فيه الشفاء عن الكآبة والحزن والأسى التي تمر على الإنسان فيما يمر عليه من أحداث. يعني بالقضاء والقدر، وآية ذلك والحكمة من ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تأسوا على ما فات ولا تفرحوا. الفاتح واليائسين والبائسين، ولا يعرضه ذلك للبخل بمعنى البخل المعنوي أو البخل الحسي. البخل المعنوي أن يبخل على نفسه في الطاعات والعبادات والإنفاق في سبيل الله، ولا يأمر الناس بهذا، بل يحرص على كرم نفسه وكرم روحه ويده ويبسطها في مجالات البر والخير ابتغاء ثواب الغني الحميد سبحانه. تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. هذا الذي يطمئن الإنسان في قضية عقيدة القضاء والقدر. إذا مات عندك ميت وفقدت غاليا أو حبيبا
حبيبا فالله هو الذي أخذه، هو الذي أوجده، هو الذي أخذه. فنحن أمرنا عند المصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يسليه أننا مؤمنون بقضاء الله وقدره وأن الله سبحانه هو الذي أراد ذلك ولا راد لقضائه سبحانه. وهكذا في كل أمر من الأمور. في الرزق، ليش الغني مثلا يمطر وليش الفقير دائما يحزن؟ الله الذي قدر الغنى والرزق، كما في حديث ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا يكتب عليه رزقه وأجله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه. فالأمر مقرر أيها المؤمنون، قرروا هذه العقيدة في القلب وقرروها باللسان وقرروها بالفعل إذا حصلت مصيبة. ليش نرى كثير من الناس؟ ولكنها تحت مشيئة الله عز وجل، إن أراد الله أنفذ مشيئته وإن أراد حبسها. وهذا السؤال اللي يرد كثير: هل الإنسان مخير ولا مسير؟ اشتجيب يا بطل.